أكيد أكثر فقرة نحبها أو دائما نركز عليها المواهب، ونبرز المواهب وندعم المواهب، خاصة إذا كانت هذه الموهبة بأيادي ناعمة. طبعا نحب نرحب في ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة سارة الزايدي، فنانة تشكيلية. حياك الله سارة. أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتكم. طبعا سارة، أنت انشهرت عندك لوحة، لوحة برنسس ديانا، الأميرة ديانا. نبغاك تكلمينا شوي عن هذه اللوحة، وكيف لاقت الإعجاب، وكيف شفتي ردة فعل الناس عليها، وليش؟ طبعا أول شيء اللوحة ديانا ما هي أول لوحة لي بالخرز الأزارير. صحيح. كان قبلها لوحة شربات جولة، كانت مشروع أحد المواد. جميل. لمادة توليف خامات، ومنها أنا عشقت هذا النوع من الفن، فاخترت ديانا تكون الشخصية الثانية لي لأن لسبب حبي لها. طبعا هذه اللوحة ما شاء الله بالفستان الأخضر مع اليومنا الوطني. أنا كمان لابسة أخضر. برنسس ديانا يعني فعليا مرة حلوة. يعني طبعا اللوحة شكل، أنا ما أقدر أشوف التفاصيل، لكن هذه بالأزارير قلتي لنا سارة. اللوحة صنعت بالأزارير والخرز والفستلات رائعة، والسوارفسكي رائعة، وأضفت أشياء من الطبيعة اللي تعلق فيها. ما شاء الله. زي الحجر. أنت وين عرضتها سارة؟ عرضت أول مرة بفندق أصيلة بالمعرض الأول لهم. حلو. وإلى الآن. تقدرين تحددين كم زر استخدمتي أو كم خرزة ولا ما عديتي؟ هو أقدر، لكن صراحة أنا ما عندي ماجل للشغل، ما يعني ما عديتها. ما خذيتي بالك. لكن أتوقع أنه رائعة، رائعة اللوحة، رائعة. كم مليون توصل يعني؟ لأنه أصلاً مقاسات اللوحة كبيرة. بالأساس أنت فنانة تشكيلية ترسم الرسم العادي، لكن قررتي أنك تتجه لمسار ثاني هو بصراحة أكثر إبداع زي ما شفنا، موضوع توليف الخامات زي ما ذكرتي، أو استعمال بعض الماتيريال المختلفة. كيف جاتك هذه الفكرة؟ زي ما ذكرت سابقا كان في مادة اسمها توليف خامات. طيب. والعمل حقا أنا كنت أشوف توليف الخامات يرسموا رسمة ويلصقوا عليها ورد كأنه فستان، يعني اشياء من هذا النوع، بس بهذه الطريقه اول مره اشوفها. هذا شبه الريسايكلينج شويه. اوكي. انك تصنعي عمل فني بخامات مستهلكه. اوكي. لكن انا ركزت في عملي على الخرز والازارير، واضفت الكريستالات والسوارفسكي عشان احس يعبر عن المراه، وكمان عشان ديانا يعني. صح. تليق بها هذا النوع. شيء فخم. اي. شيء يلمع، شيء دائما يقولوا الدايموند او الالماس صديق المراه، فهذا هو مش الماس لكن شيء قريب جدا. وانا صراحه احييك على ابداعك. ساره، انت تخصصك في الجامعه، انت في الجامعه صحيح؟ رسم وتصوير. تخصصك في الجامعه فله علاقه، يعني دخلتي تخصصك عشان انت حابه انك تطوري من نفسك، ولا لما دخلتي التخصص حسيتي نفسك اللي لا أنا عندي شيء أكثر أقدمه؟ كيف صار؟ أيهم جاء أول، التخصص أو الإبداع؟ شوفي، أنا من أنا طفلة يعني عاشق الرسم. جميل. تحديدا بدأ تحت طاولات البيت، كنت أرسم وأوثق اسمي. وبعدها تركت الرسم فترة الابتدائي، كانت رسمات عادية يعني. بدأ شغفي لما دخلت المتوسط والثانوي، بدأت أسوي لوحات. بعدها حسيت انه ابغى اتخصص في الشيء اللي انا احبه، وتخصصت. وصراحة من كثر ما اني انا عاشقة للفن، لما تخرجت كان ما كان ودي اتخرج، ما كان ودي اكمل، وان شاء الله عندي خطط اني انا اكمل ماستر ان شاء الله دكتورة في الفن. كنا نتكلم عن انه لوحة الأميرة ديانا هي اللوحة الثانية لك، كان لك لوحة سابقة بنفس الطريقة توليف الخامات، لكن يعني ما توقعتي ردة الفعل والانتشار لها زي ديانا. صحيح. طب كلمينا وشي عن هذه اللوحة. هذه اللوحة عمل جماعي. كان مشروع أحد المواد مع دكتورة فتن فيومي، أوجه لها تحية. وكان ترم كامل اشتغلنا عليها لمدة 3 شهور. رائعة، شوف التفاصيل. أنا قاعدة أطالع بالشادو، يعني أنا كنت مهتمة في الرسم من أول، فأتابع التفاصيل، ال 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 الظل اللي عند العين، الحدود العين مع الانعكاس اللي يعطيك كأنه لمعة أو لمعة العين، يعني هذه ترى مو هذه بالرسم العادي، ترى ما هو سهل، فما بالك أزارير. يعني شوفي قد إيش راحت. عمل جماعي، كم شخص اشتغل فيه هذا سارة؟ خمسة فنانات. خمسة أشخاص لمدة ترم كامل 4 شهور يعني؟ تقريبا 3 شهور.
جميل جميل صراحة أبهرتيني يعني أنا جميل رائع صراحة. نبغى نشوف لك أعمال دولية ولا أنت إن شاء الله بإذن الله لازم نشوف لك عمل يكون تدخلين في العالميه. طبعا قاعدين نشوف رؤى الحين بناتنا قاعدين يدخلون في جميع المجالات. شوف انا سبحان الله ايش اللي اقوله. اكيد نفس الشيء ما كانت متوقعه في البدايه ساره. صحيح إنه ابدا ما كنت متوقعه تكون فيها رده الفعل. انا بامانه لما شفت اللوحه كنت اقول مين صاحبه لوحه ليدي ديانا الله واليوم هي موجوده معانا. صح. فما تعرف انه ايش اللوحه اللي ممكن فعلا هي تفتح لك ابواب بعد كذا. طبعا دائما نقول الشخص المميز والمختلف اللي يغرد خارج السرب هو اللي ممكن انه فعلا يعني يوصل بقصد او من غير قصد. لكن لو نبغى نعرف ايش عندك شخصيه لو ترسميها ايش عندك شخصيه ممكن تكون في بالك ممكن ترسميها وليش حتختاري هذه الشخصيه؟ في شخصيه قيد التنفيذ. قيد التنفيذ يعني هو سر. هو سر لكن أقدر أقول إنها شخصية محبوبة لدى الشعب السعودي. أوكي خلص عرفنا. عرفنا. أنا عن نفسي أنا عن نفسي شخصية يعني في بالي وأتوقع إنه يعني حيكون عمل جبار. يعني عملك يعني صراحة فعليا يعني عمرك وخبرتك يعني أبهرتينا بهذه اللوحات الكبيرة واللي أخذوها حتى الفنادق وحطوهم عندهم. يعني حقيقي نفتخر فيك سارة فعليا ونشكر حضورك أكيد معنا ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله نشوفك قريبا عالميا إن شاء الله. إياكم اسمعينا. شكرا لك. شكرا لك. أكيد مشاهدينا طالعين فاصل لك راجعين بعد الفاصل. وسوزان بعقيل هي ضيفة سيدتي في حوارها الأسبوعي.